احنا متنين وضعنا في الصورة نتيجة الكاميرات، لأن لو ما من الكاميرات التي رصدت ما رصدت لكان المجرم يعني خلى الانطباع انه يعني جريمة حصلت نتيجة حادث. وضعنا طبعا كل الامر وضع بيد مديرية المخابرات وشعبة المعلومات للقيام بالتحقيقات وكشف الملابسات وكشف اكيد هوية الفاعلين. هلا بالوقائع طبعا في كمين واضح، مجموعة من مثل ما قال الحكيم بين 6 و9 اشخاص، بالقليل في 4 او 5 سيارات. يعني عمليا لو جريمة فردية عم نشوفهم يعني كيف بتصير. هون لا، جريمة منظمة، مجموعة مدربة، لديها سهولة حركة، واضحة كل المعالم. لذلك ما بعرف إذا يعني إيه طبعا عم بيتحركوا من دون يعني الشق المكشوف، إنه طب مش راصدين في كاميرا، راحوا باتجاه إنه افتعال، إنه كأنه موت طبيعي يعني عملوه، يعني مش تحت مش قواس حتى ما يقولوا انه صار في عملية جرمية. يعني يريدون من محل اخفاء بمحل تاني عم يتحركوا بسهولة، وجوههم مكشوفة والى ما هنالك. طبعا احنا بالنسبة لنا ناطرين خلال 48 ساعة، لانه موعودين انه تكشف ملابسات هوية الاشخاص لنحدد الموقف السياسي القضائي من القضية.